باربيكيو في كويزين ميشا. اليوم جبت لكم تطبيقه جديده واللي هي طريقه تخزين الحمص لمده طويله باش هكذا كي تحتاجيه تصيبيه واجد ساجي نستعملوه مباشره مثلا في سكسو في التريده في الشخشوخه مع وسمها الطعامات الرشته اي حاجه. وهذه التطبيره مفيده جدا خاصه لشهر رمضان المبارك والذي هو الابواب مشاهده ممتعه. عندنا شرينا كميه تاع زوج كيلو مثلا تاع الحمص. هايدي انا هنايا حطيتها ليله كامله في اناء عمرته بالماء وحطيت الحمص تاعي كما كودو يتشمخ ولا يترنخ ولا حاجه ليله كامله. نصفيوه ونغسلوه مليح من الماء تاعو ونعاودو نبداو نزيدو المرحله التاليه. بعد ما غسلناه وصفيناه من الماء نجيبو مرميطه ونحطو فيها الماء نعمروها مليح ونحطو الحمص داخل يغلي ونديوها فوق النار ترخص ساعه ولا هكذا تغلي ونطفيو عليه. هاو هنايا الحمص راهو يغلي وهذه الرغوه نحيوها كل ما نشوفها طالعه نحيوها نكسو النار سينو يجرنا حاله. الرغوة هذه كاملة تسمح لها ما غلات نطفيو عليها النار ونخليوها تبرد ومن بعد نصفيوها ونرجعو نكملو. بعد ما صفيناها وشللناها نخليوها تقطر من الماء تاعها نهائيا كامل باش هكدين كي نحطوها في الاكياس ما يقعدش هذاك الماء فيها. نجيبو الاكياس تاع كونجيلاسيون ونخبيو الكميات. نجيب كاس كيلو فيه نجيبو كاس ونحطو كميات في اكياس نقسموهم. حطوا ثلاثة ثلاثة مثلا قيمة عشرة هايتي ونخبيوها في الكونجيلاتور. نزيدو نحطو في كاس كاس واحد خلاف. ها أنا عندي كمية مازالت تحطو من الماء وهكدي كي تجي طيبي عشرة ولا تجبدي غير كيس وتحطي طيبين كسكسو التريده ولا الرشته وتبقى لك المده طويله وما تفسدش وتنحي عليك خدمه تاع الشكه تاع تهني كما يقولوا تصيب الحمص مشمخ واجد ساجي في الثلاجه وديري لي زيكونومي لروحك تاني. فوالا هاي دي الكميه اللي تحصلنا عليها. عندي كنت نقسمها ثلاث كيسان وبعد بدلت حطيت زوج كيسان في كل كيس. هكدي زوج كيلو جاوني ثمن اكياس زوج كيلو كميه لاباس بها. بالنسبه للاكياس اللي استعملت هادو البويض ما استعملوش صفر. هذه النوعيه جيده وتلقاوها في لي سوبرات. هذه هي التدبيره تاع اليوم. ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعموني بلايك والاشتراك في القناه وخليوا لي تعليقاتكم في الاسفل على هذه الوصفه. واذا حابين تدبيرات اخرين ولا حاجه ولا قولوها لي. وما تنساوش تتابعوني على الانستغرام وديروا تطبيقات تانية وصوروا فحطوها لي في الجروب تاعنا تاع الفيسبوك. والى فيديوهات قادمة ان شاء الله.